المولودية على الجهة اليمنى بالرداء الأبيض ونجم مقرى على الجهة اليسرى بالرداء الأزرق. الحكم يضبط الساعة، الحكم هو الذي يدير هذه المواجهة، وبالقسمي على بركة الله يعطي إشارة انطلاقة هذه المواجهة لمصلحة عناصر مولودية الجزائر في قيادة مهدي العوامن الذي أنزل يعقوب شرشور من سلاسلقي الحرفوش بنارة غانم بوزكري بوشري طنش وأوكينا يفتكا ويستمتعوا إلى با مباشرة لسلقي من القاسم سرقين أمام الضغط العالي يجد الحل ولا بالكرة الطويلة في الوسط لعبت وصلت هي استرجعت لبنارة النفس القصيرة لغانم عادل يحاول تقدم غانم. الدقائق الأولى في كرة القدم هي الأصح وهي الأصعب، خاصة أنه مرحلة التعرف على خصم هو الكرة وهو الفرصة وصعبة خطيرة فرصة ومن أول ومضى يفعل بشريط مهدي ويحرك شباك بن نصور. نعم يحرك الشباك ويترك دفاع النت مقرى يتساءل من أين مر ومن أين أتت الكرة وكيف سجل بين قوسين بدون مقدمات بدون عروض كروية. المولودية يكرم النت مقرى بأول جول، وخليني نقول هيرتا جول هيرتا جول هيرتا جول بعد مرور 5 دقائق العميد متفوق على الضيف نجم مقرى هنا بملعب علي بن فضة بزيرالدا بالجزائر العاصمة لإسابيع الجولة الرابعة من الدوري لصنف الرديف. افتكت لمصلحة عناصر المولودية وسطيها حرفوش يلعب علي بوزكري يغطي كورتو بوزكري يطلب عادل غانم يفضل العودة لمنزلة بدوره يلعب مباشرة للحارس يعقوبي يبدأ اللعب يعقوبي يتريث يعقوبي يفضل اللعب الكرة الطويلة في وسط الميدان نعيد بوشريط لكن التغطية الدفاع حاضرة من البيود يفتكها له بوشريط على أقصى اليسار بوشريط مر بوشريط عدى بوشريط دخل منطقة الجزاء والأرضية صعبة خطيرة سأطرح سؤال وسأقول هل ستكون الغلة كبيرة اليوم أمام نجم مقرى؟ فعل بوشريط وسجل الهدف الأول لم يهدأ له بال حتى أعطى أسيست على طبق لمن لأوكيل عمار. أوكيل لم يتسامح أوكيل لم يتردد أوكيل سدد وسجل وأضاف الهدف الثاني لمصلحة عناصر مولودية الجزائر. إلياي على الهدف الثاني إلياي على الانطلاقة من مهدي إلياي على التمريرة من بوشريط إلياي يوليا عليك يا عمار يا أوكيل يا سلام ويا لالال على الهدف الثاني لمصلحة عناصر مولودية الجزائر في شباك نجم مقرى لمصلحة عناصر نجم مقرى. سريع من هناك الانطلاقة لعطا الله داخل منطقة الجزاء هاتي فرصة تسديد جول فعل عطا الله قلص نتيجة المباراة بتسديدة لم تصد ولم ترد إنما حركت الشباك يعقوب محمد الأمين وأعلنت عن تقليص النتيجة عند الدقيقة 29 وصلت مرة أخرى وما زالت من هناك افتكت بوزكري ولا الانطلاق لمصلحة عناصر مولودية الجزائر ولا إلى مباشرة لقاسم على أقصى الجهة اليسرى قاسم مرة قاسم زاد في السرعة هاتي كرة هاتي فرصة هاتي فرصة جول 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 ذاقت يا جماعة على العميد فلما أحكمت حلقتها يا سادة فرجت بهدف ثالث. نعم فرجت بهدف ثالث لمصلحة عناصر مولودية الجزائر يفعل قاسم نعم يفعل قاسم ويسجل الهدف الثالث هو الهدف الأول الشخصي له برداء مولودية الجزائر 3 أهداف كاملة مقابل واحد. يمكن أن نقول بلغة جيدو الإيبون وبلغة الفن النبيل الكاو وبلغة كرة القدم 3 نقاط مستحقة لعميد الأندية الجزائرية يا سادة. وفي هذه اللحظة أصدقائي مشاهدينا الكرام الحكم يعلن عن نهاية المواجهة بفوز مستحق لمولودية الجزائر بثلاثية كاملة مقابل واحد على حساب نجم مقرى 3 نقاط مهمة. شكرا على حسن المتابعة يا أصدقائي متابعينا.